كثر مسين ثلاثة. بعدها بيومين ثلاثة طق عليك الباب حسام تفضل، قال لك والله يا أخي ودي يعني 500 درهم إلى آخر الشهر، أعطيته 500 درهم. بعدها بثلاث أيام أربعة طق عليك الباب، تفضل، قال والله سيارتي متعطلة وديناها الورشة ودي توصلني، وصلته. بعدها بست سبع أيام طق عليك الباب، تفضل، قال والله ممكن بس استعمل الجوال شوي، قال يا أخي أشغلتني أنت جوال ترامس قهوة وسيارتك، ماني بحكومة أنا، كل ما بغيت شيء جيت عندي وعدل وصلح. لا نتحمل نحن الله، يعني الله يغضب وإن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسر الذي أبوابه لا تعجبه. لكن رب العالمين تدعوه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد الفجر والضحى، كلما ازددت طرقا لبابه زاد الله تعالى لك حبا. وإذا ما استجاب الله لك دعاء معين لا توقف، ألح 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 حتى يستجيب الله لك. ذلك يقول ابن القيم، يقول الطفل لو أن أمه طردته من البيت، غضبت أمه عليه والولد قام يصرخ أطلع برا، وجاءت أمه فلت عليه الباب، طردته في الشارع وأقفلت الباب. الطفل لو أنه قال طق الباب مرتين افتح يا أمه افتح يا أمه ولم تفتح، قال خلاص إذا لن تفتح لي، وذهب في الشوارع لخسر وخسرت، يخسر هو ويضيع والأم أيضا تحزن. لكن لو الابن نوع أساليب الطلب، مرة طق الباب مرة ضرب الجرس، يا يمة الله يخليكي، الله يرحم والدك، تكفين يمة سامحيني هالمرة، يا يمة خلاص والله ما أعودها، يا يمة خلاص ما أغلط مرة ثانية، يا يمة الله يخليكي، يا يمة تكفين الشمس أحرقتني، يا يمة، يبدأ ينوع أساليب الطلب ويلح يلح يلح، تجد أمه تفتح له وتضمه إلى قلبها. أليس كذلك؟ لماذا لا تكون أنت حالك مع رب العالمين ولله المثل الأعلى جل جلاله، يكون حالك كحال هذا الطفل المنكسر الضعيف الذي يجد أنه ما له ملجأ غير أمه، وين يروح في الشوارع يعني ما له ملجأ إلا الأم. اجعل نفسك أنت في شدة حاجتك وافتقارك أعظم من افتقار هذا الطفل إلى أمه، وألح على رب العالمين، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن الطرق للأبواب أن يلجا. أمدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، الدعاء له آداب شرعية، له آداب شرعية. من آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن العبد إذا رفع يديه إلى ربه، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. أنت الآن قد تمد يدك إلي وتقول مثلا أبو عبد الرحمن ممكن تعطيني 500 درهم، أقول لك والله ما معي، يقول طيب مشني 200، والله يا أخي ما أقدر، طيب 50 على الأقل بس مشي حالي فيها اليوم بس، والله ما، طيب 10 دراهم بس أعبي بنزين للسيارة، والله ما معي. فترتد يدك وهي ليس فيها 500 ولا 50 ولا 100، فيها 0، ما فيها شيء. الله تعالى إذا رفعت يدك لا يمكن أبدا أن ترجع يدك وهي 0، لا يمكن أبدا، لازم يحط فيها شيء، لازم رب العالمين يحط فيها شيء جل جلاله. وتكون رفع اليد كهيئة المستعطي. أنت الآن لو واحد بيعطيك طعام أو يعطيك شيء ما تمد يديك مفرقها يمين ويسار تقول ها عطني، لا، إنما تمدها وقد ضممتهما. فالسنة أن يضم يدي، يا رب يا رب يا رب. إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الخطيب على المنبر وكذا فيعني يستغيث رافعا يديه، لكن في الدعاء العادي ارفع يديك وضمهما بهذه الطريقة. من آداب الدعاء أو من واجباته ألا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. انتبه لتقف داعيا لصاحب قبر تسأله أن يرزقك ذرية أو يقضي عنك دينا أو تقدم لها أي نوع من أنواع العبودية، انتبه لتصرف مثل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير. فلا يجوز أبدا أن يصرف هذا الدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح ولا إلى قبر، أبدا لا يجوز أن ترفع هذا الدعاء إلى غير الله جل جلاله. من آداب الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام،
إما تصلي عليه في أول الدعاء أو في أوسطه أو في آخره. يقول عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ولما دعا رجل ولم يصلي عليه قال عليه الصلاة والسلام: عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت الله يهديك، عجلت أيها المصلي. فمن السنة أنك إذا دعوت في أثناء الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء تحري أوقات الإجابة. فمن يأتي، أنا جايب معي مصاحف يا أبو محمد، ليت الشباب يعطوني إياها. من يأتي يا جماعة يعطيني 10 مواطن من مواطن الإجابة، وأعطيه مصحف أنا خاتم عليه بالختم الرسمي اللي ما أختم عليه إلا على صكوك الطلاق والزواج، بس ختمت على المصحف وكتبت عليه إهداء. فمن يأتي يجيب ونعطيه نسخة من هذه المصاحف. يعطيني 10 مواطن الأخ اللي هناك ولا غيره؟ يلا تعال الأخ اللي لابس فنيلة زرقاء، تعال هنا، مش وانت مكانك. السؤال: يعطيني 10 مواطن من مواطن إجابة الدعاء. ممكن ترى هو تحت يجاوب عشان بس ما تعبه الصعود والنزول. أنا حعدل 10، إذا ما وصلتش حأوم واحد تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. السلام عليكم. شوفها مع عادل يا أبو محمد. إيه زين، سمت. أهلا وسهلا. الاسم الكريم سجود إن شاء الله. الاسم الكريم الله يحفظك. يسري. أهلا يا يسري، ما شاء الله اسمك من اليسر. ها، أول شيء في السجود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا أصعد ما دام مصاحف جاءت أصعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ها، الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل الله تعالى ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له. ها، نزول المطر. أحسنت، عند نزول المطر، عند نزول الغيث، هذا موطن إجابة، ممتاز. السفر. أحسنت، المسافر له دعوة مجابة. الوقوف بعرفة. عند الوقوف بعرفة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء عرفة. ممتاز. الصائم. أحسنت، الصائم عند فطره له دعوة مجابة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بديت. المريض. 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 ممتاز. المريض. ليش تضحكون؟ المريض له دعوة مجابة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المريض له دعوة مجابة. بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة. ممتاز. بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة، هذه 3، يلا باقي 7 الآن. الجمعة. ساعة الجمعة الأخيرة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ساعة الجمعة يا جماعة فيها قولان، فيها عدة أقوال، أشهرهما قولان ذكرهما ابن القيم: إما قبل المغرب، قبل المغرب بساعة كذا، وإما ما بين صعود الخطيب إلى نهاية الصلاة. ما بين صعود الخطيب إلى نهاية الصلاة، يعني ممكن بين الخطبتين أو كذا، هذه مواطن إجابة. ممتاز، انتهى يا يسري، نسامحك الاثنين، تفضل تعال. طيب، من يعطيني يا جماعة تجربة له مع أهلا حبيبنا. الله يوفقك، يحفظك، الله يحييك، تفضل، بارك الله فيك، الله يقويزك. كلامين قلامين في عروسة، بس انت اللي يعني مش عاوز. من يعطيني يا جماعة تجربة له مع الدعاء تستحق أن تذكر؟ لاحظ كلمتي، تستحق أن تذكر، مو بأحد يقول لي: والله يا شيخ أمي اخطبت لي بنت عمي وبعدين قلت اللهم زوجني وتزوجتها. كلنا سوينا كذا يعني. لا، أبغى واحد. العجيب، قبل أسبوع أو أسبوعين ألقيت محاضرة وطلبت منهم أن واحد يقوم يعني يعطيني كذا دعاء عجيب، فقام واحد كبير في السن، واحد من كبار التجار في المملكة عندنا، اسمه المكيرش، ناصر المكيرش، صاحب شركة المواشي. قال لي: أنا بعطيك موقف غريب. قلت: ها. قال: أصبت قبل 10 سنوات بتليف كبد،